للحديث عن الحملة الأخيرة التي قامت بها هيئة علماء المسلمين وبالتعاون مع منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في الموصل، معنا من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي. دكتور ناصر، بداية مرحبا بك، هلا وضعتنا في تفاصيل أكثر عن الحملة في الموصل. حياكم الله سيد الكريم، حيا الله قناة الرافدين وكاذبها الكريم. قدمت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين سلسلة من الحملات الإغاثية خلال الأيام المنصرمة الماضية، حيث قدمت المنظمة بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين مادة دقيق الحنطة الطحين لأهلنا النازحين من مناطق دورة صخر في مخيمات الجيرز ومخيمات عملية الفلوجة ومخيمات دور واطئة الكلفة في ناحية الحبانية. وكذلك قدمت منظمة أم القرى بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين حملة إغاثية لأهلنا النازحين من محافظات مختلفة في محافظة السليمانية، وهذه الحملة جاءت بعد مناشدات كثيرة من أهلنا النازحين في هذه المحافظة، حيث ينعدم الدعم الإغاثي لهذه العائلات في محافظة السليمانية، وتم تقديم 250 من حمالية لأهل النازحين في مخيمات عربت بمختلف المخيمات في السليمانية. كذلك قدمت منظمة القرى للإغاثة الإنسانية حملة إغاثية بتوزيع المنح المالية لأهل النازحين من مناطق جفر صخر في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد. وتأتي هذه الحملة الإغاثية التي قدمتها مؤخرا منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، وقد قدمت 500 من حمالية لأهل النازحين من الموصل وكذلك من بعض محافظات العراق، وكذلك من أهلنا النازحين الذين لجأوا لهذه المخيمات بعد طردهم قسرا من مخيمات محافظة صلاح الدين والموصل وأديالة وكركوك. وهذه الحملة قدمت مع ظروف البرد الشديدة التي تعاني منها أهلنا النازحين في المخيمات المرنية بعيدة عن طرق المواصلات. لماذا مخيم ديبقة بالتحديد دكتور؟ مخيم ديبقة مخيم بعيد جدا عن طرق المواصلات، يقع في مثلث محافظات، يقع بين أربيل وكركوك والموصل، بين هذه المحافظات الثلاث في منطقة بعيدة ونائية عن طرق المواصلات. وكذلك كثير من المنظمات الإغاثية لا تذهب إلى هذا المخيم على قلتها وعلى قلة الدعم الإغاثي الذي يكاد يكون منعدما خلال السنتين الماضيتين، وكذلك بحجة أن الجهد الإغاثي ينبغي أن يوجه إلى مناطق النزاعات الدولية في دول أخرى، وهذه حجة حقيقة غير معتبرة مع وجود عشرات آلاف النازحين في المخيمات المرمية في العراق، ما زالت مآسي النازحين مستمرة ومتواصلة. هذا مخيم ديبقة ظروفه مركبة دكتور، من وجهة نظركم كمنظمات إنسانية الآن وجود النازحين في ظل هذه الظروف التي يمر بها العراق، يمرون هم بها، هذه الظروف ليست معنية فقط بالعراق، أصبح الأمر صعبا من حيث توفر الوقود، من حيث نقص الغذاء، من حيث نقص الماء، من حيث البرد، من حيث السيول، كيف تنظرون إلى وجود النازحين خلال هذه الظروف وما مدى خطورة استمرارهم على هذا الوضع المزري؟ بقرار غريب، قرار عجيب، وجهت الجهات المسؤولة عن الإعانة وإغاثة النازحين عن الاهتمام بشؤونهم وعن الاهتمام باحتياجاتهم، قبل سنتين في عام 2020 وجهت بإغلاق عشرات المخيمات التي كانت تؤوي عشرات آلاف النازحين من الأرامل ومن الأيتام ومن من العائلات التي تمنع من العودة إلى مناطق سكناها، ومن العائلات التي ما زالت دورها مهدمة ومنازلها مهدمة. هذه العائلات بقيت مرمية في الصحراء بعد إغلاق هذه المخيمات، وقد لجأت إلى المباني والعراقيل المباني، وبعضها اتخذت الخيمة نفسها التي كانت في المخيم وانتقلت إلى منطقة أخرى،
وصارت عبارة عن عشرات المخيمات بل مئات المخيمات موجودة في بعض محافظات العراق، مخيمات صغيرة مهملة بشكل كبير جدا لا يصلها أي دعم إغاثي، عبارة عن جيوش من الأرامل والأيتام من النازحين. هؤلاء أيضا هنا بشكل تام لا تصلهم أيدي المنظمات، لكن يعني هنالك حملات للذهاب إلى هذه العائلات إلى منازل سكنها وإلى كذلك المناطق التي يسكنونها وكذلك الهياكل المهدمة التي قد آووا إليها، ويقدم لهم الجهد الإغاثي من قبل منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين. من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي، شكرا جزيلا لك.